السلام عليكم الناس اللي تشاهدوا معنا هذا الفيديو، نتمنى يعجبكم المحتوى ديالو، نتمنى تدعموني مزيان باش نعاود نجيب لكم شي حاجه جديده وزوينه. المحتوى تاع هذا الفيديو غادي بور لو رابروشي الناس ديال البلاد ميجي اترانجي سيرتو في لا فرانس، و تنتمنى الحاجه شي حاجه ما عجبتكمش في هذا الفيديو تنتمنى تكتبوها ليا في لي كومونتير باش نحاول ان شاء الله تانا من بعد نصلحها ونصيب ما احسن ان شاء الله. ولهذا غادي نخليكم في هذا الفيديو اللي غادي نديكم فيه تشوفوا الاجواء ديال الاسواق هنايا في لا فرانس، وتتمنى يعجبكم هذا الفيديو ابونيو معايا اخويا. السلام عليكم الشباب ديالنا الغزالين الزوينين، تنسلم عليكم. المهم دابا غادي نجيبوا واحد البتيتور في المارشي ديال انسي، غادي نوريكم الاجواء كيفاش تدوز هنايا. تبقاو معنا. هما الناس ديالنا، هما الناس البلاد. السلام عليكم الناس تلقاو الباه، ها هما زوي هاني عمر. الحمد لله الله يحفظكم. كاين القضيه عندكم هنا يا خويا؟ الحمد لله. كيفاش اخويا القضيه كاين عندكم هنا يا صاما خويا؟ مزهرة والحمد لله على كل حال. والله الا كون غير كورونا هذا باش نمشيو نديرو من البلاد عاود ثاني، ولكن الحمد لله. هو الحمد لله على كل شيء. نمشيو كيف ما نجي. شوف اخويا انتوما راه رخيصه دير 4 اورو، انتوما دير 4 اورو 800 درهم. وياه واش بغيت المناظره دير 15 درهم هنا في فرنسا المغرب؟ هو بحال البلاد اخويا، بحال البلاد. كلشي الحمد لله رخيص. المعيشه عندكم هنا الحمد لله. اللي ما بغا اللي ما بغاش. واش انت من البلاد؟ منين البلاد؟ انا من مراكش. ياك ولكن الاصل ديالي من العلويه. وانا بن عفك ولد لقاء الباع يدخل عليها بشي ميزان اخويا. حتى اي حتى هاك سبع حتى هاك سبع حتى هاك سبع حتى هاك سبع اي هو اي هو اي كاينه. السلام عليكم بخير صباح الحمد لله. ويلو عمل فيا عمل في يلا زيد يلا بيليا هادي سغلو بيا زيد هابون ساوي يلا زيد ازويتا تعب لي نرعاك انا نرعاك وانت حجابي من غيرك ما نسواكشي هاكي واكي يا لالا كاينه ولا السيمو كاينه كاينه. احنا جينا عند السيمو محمد نشوفو عندو شنو هما الحوايج اللي كيحط هنايا، شنو هما المتطلبات ديال الزبناء عندنا هنايا. واش نشوفك صباح ولا بروح حبيبي
واش نجيك صباح ولا مخدوم كيدسوهم لي زوروبيان تاع لي زغاب لي تشوف يا حبيبي على خاطر وصيني نرجع بالكاس مرور حليب نديك شحتو ولا تغير كلام الناس حبيبي على خاطر نتو وصيني نرجع بالكاس السلام عليكم لاباس بخير الله يبارك فيك هذا لو كورون فرونسي ويجات المعلم ديالنا هو المعلم وفين وصلتي فطري ها هتمشي تجمعوه اه اسيدي تبارك الله عليكم امين ما حد كاينه والله لا كاينه بالله حديث زبيب زيت الزيتون شحال ديال سي امين والبيستا شحال ديال اخويا تبارك الله طبيعي والكلاس يعني بنادم لما كانت الهيجينة ما تحب سيرتو في هادشي تاع ديال لا انا تكون قاصح شويه واش هو اتاي تبارك الله كاع الصين الشعبيه ها هو السلطان كاين والله الا كاينه بالله جيبي انت هذا اش تقولي اش يقولوا هذا كاوكاو الحلوة الحركة ما ديما انت كعيش تاع عباد الله بحال لك جالسي في البلاد والله العظيم ديدي يا عود ديدي السلام عليكم محمد البيض ما كاينش ما جبتهش السلام عليك ما شاء الله انا إذا تشوفوا الأجواء هنايا السوق ما تقولوش قاسم أو تقولوا البلاد صافي ما تطلبوا
لابان الناس اللي هادي كاين يتباطي كاين كلش سي عبد الحق او البطل ديالنا كوميستاي بيني او توتو بيني بيني هذا هو سي عبد الحق ديالنا الا ما كاينش هو ما كاين والو والسوق والله ما يدوز فيه شي واحد لا ما كنتي نتايا الله يبارك فيك الله يبارك فيك سي عبد الحق واحد الاخ لاباس عليه اسيدي السلام عليكم ضربك كنت محكومة واش نجيك صباح ولا مغروب حبيبة على الخدمة كما سبق ليا قلت لكم انا باقي جديد في هذا الدومين هذا كنتمنى تشجعوني وتساعدوني وهذا الشيء باش بلي لايك وبلابوني وبارطاجيو معايا الفيديوهات ديالي حنا هنا لقدام ان شاء الله هذا يكون الجديد وشي حاجه الحماق كي تنقولوا والحاجه اللي ما عجبتكمش في هذا الفيديو يمكن لكم كتبوا عليها في الكومنتير باش انا من هنا لقدام ان شاء الله نصلح الاغلاط ديالي ونجيب لكم احسن ان شاء الله اي الاخوان ديالي تنخليكم الى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.